متابعينا أسعد الله مساءكم بكل خير، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة وخلال يوم غد الثلاثاء بإذن الله، حيث تتأثر المملكة تدريجيا بمنخفض جوي خمسيني جديد ترتفع على إثر درجات الحرارة بشكل إضافي مقارنة بنهار اليوم، وأيضا تنشط الرياح الجنوبية الغربية التي تعمل على حدوث العواصف الرملية وأيضا الأجواء المغبرة في عموم المناطق يوم الثلاثاء. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تكون الأجواء مغبرة بشكل عام، رياح نشطة 18 درجة مئوية، ملموسة 17 رطوبة منخفضة، والرياح تكون نشطة السرعة جنوبية شرقية الاتجاه. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية، أجواء مغبرة وحارة نسبيا، المفرق 32 إلى 10، إربد 29 إلى 11، وجرش 31 إلى 12، وعجلون 28 إلى 11. لاحظوا الفرق الحراري الكبير بين ساعات النهار وساعات الليل، هي نتيجة لتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة خلال ساعات النهار، فيما تتأثر المملكة لاحقا خلال ساعات الليل بكتلة هوائية باردة. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الأجواء أيضا مغبرة وحارة نسبيا خلال ساعات النهار، تصبح باردة خلال ساعات الليل. الزرقاء 33 إلى 11، عمان 29 إلى 10، البلقاء 30 إلى 12، مادبة 32 إلى 11، والبحر الميت 36 إلى 20 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك أيضا أجواء مغبرة 32 إلى 11، الطفيلة 30 إلى 11، الشبك 29 إلى 9، معان 31 إلى 11، والعقبة أجواء مغبرة 29 إلى 18. ونعيد ونكرر ونحذر من الفروقات الحرارية الكبيرة يوم الغد بين ساعات النهار وساعات الليل. المنطقة الشرقية، الأزرق 37 إلى 11 درجة مئوية، الصفاوي 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، تنزل وتنخفض بشكل حاد إلى 9 درجات مئوية، أرويشت 35 إلى 14 درجة مئوية مع أجواء مغبرة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.